طبعا سلمى، بداية حلقتنا رح نكون ببصمة فنية وعالم رجل الخاص، وما في أحلى سلمى من الخط العربي، لكن لما بيكون بأسلوب كتير جديد، بأسلوب معاصر من شاب يمكن قرر هو يدمج عدة أنواع من الخط العربي بأسلوب جريء وجديد بنفس الوقت. أكيد فرحة بنحكي عن ضيفنا عامر العيسى، خطاط ومصمم جرافيك، استطاع أنه يخط أنظار ضمن الجناح السوري بإكسبو 2020 عبر عرضين مباشرين للخط العربي، إضافة إلى دخول الخط بجمالياته على أغراض عدة ليطفي الجمال عليه. لنتعرف أكثر على هالموهبة بصرنا نرحب فيه ونحكي عن مشاركته بإكسبو، وهو معنا من السكايب من موسكو. صباح الخير عامر. مرحبا، صباح النور. شكرا. صباح الخير مرة ثانية عامر. صباح النور. كيف البردات عندك أول شيء؟ والله برد كثير لسه. لسه عندنا شتاء. وعندنا كثير برد ورح نصير مثل موسكو كمان. خلينا نبلش عامر ونحكي عن هي الموهبة الكثير حلوة، ومثل ما قلنا يمكن مقدمة قدرت تدمج عدة أنواع من الخط العربي بأسلوب جريء بأسلوب كثير جديد. أول شيء خلينا نحكي عن البداية، ويعني كيف خطر لك إنه نحن نجدد بالخط العربي اللي هو له قواعد، له أشياء يمكن ثابتة عبر التاريخ؟ أكيد. هلا بالبداية بصراحة كانت من أهلي أنا وصغير، أمي وأبي هنم بيشتغلوا مهندسين ديكور، فكنت كل الوقت محاط بشغلات فنية بأعمال فنية كل الوقت. أبي كمان بيشتغل خط عربي، فكان في هذا الشيء من أنا وصغير عم أشوفه وعم يتشكل إنه أنت تحب هذا الشيء. بعدين درست جرافيك ديزاين بالفنون الجميلة وبلشت أشتغل أكثر على الخط، على الكلمات العربية، فحبيت اشتغل فيهم اكثر. بالجامعه درسنا شوي عن اساسيات الخط العربي بعده اشكال لإله، من الكوفي، النسخ مثلا، الرقعه. وبعد الجامعه حبيت اطور بهذا الشيء، حبيت ادخل طابع اكثر معاصر او مودرن لحتى يوصل ممكن لشريحه اكثر من الناس، شريحه ممكن شبابيه اكثر من هذا الناس، نشوف كيف فينا نحن نقدمه بطرق اكثر لهذا الفن، لانه فن كثير مميز، فن خاص فينا، يعني كتير حلو فيه كيف انت قادرة تقدمي كلمة إلى معنى، تقدميها بشي جمالي، تقدميها بصير هي اللوحة اللي عم يطلع منها الشغل، فحبيت أطور عليه لهذا الشيء وادمجه مع أمور تانية. حلو عامر، خلينا نحكي أكثر ونتعرف عن مشاركتك اللي كانت مؤخراً بإكسبو 2020. بنعرف أنه عملت عروض مباشرة أمام الناس من الرسم ضمن الجناح بإكسبو 2020، خلينا نتعرف أكثر عن هالمشاركة، كيف كان الصدى تبعها وكيف كان العرض أيضاً؟ هلأ أول شيء كان العرض بشكل عام كتير حلو، توصل بداية مع الأستاذ خالد شمع مدير ومصمم الجناح السوري، وصارت الفكرة أنه كون ضمن اليوم الوطني لسوريا بإكسبو ضمن الجناح السوري أخذ زاوية أعمل فيها خط عربي بعرض حي أو مباشر. فطلق كان هو ب 14 نوفمبر، طلعت على دبي وعملت هناك لوحتين. أول شيء واحدة منهم قياسهم بال 180 لل 150، وكان في كمان وقت أنه نحن نعدل على أغراض للناس إذا هن معهم مثلا شناتي، تياب، جوية، أي شيء ممكن يكون معهم حابين نضيف عليه خط عربي، فكنت انا عم ضيف عليه، او نعمل لهم مثل بوست كارد صغيره كسوفينير او ذكرى من الجناح السوري، نكتب لهم عليها اسمهم بالعربي بس بشكل معاصر خلينا نقول. فالعرض كان كثير مميز بالبدايه باليوم الوطني، اجى زور كل انحاء العالم ولقى اقبال كثير حلو او اتراكشن كثير حلو للجناح، فقررنا نعمل واحد ثاني بعدين ب 19 نوفمبر مشان يوم خاص للكاريغرافي المعاصرة، وعملت فيه حيط جوا الجناح لهلا لساته موجود هناك تقريبا بثلاث متر ونص بالمترين ونص. نعم، يعني كمان خلينا نحكي عن ناحية تانية، لما نحن بندمج الأحرف الإنجليزية مع الخط العربي يمكن في كتير من الناس بتأيد هذا الحكي، بالنسبة لردة الفعل هل تقبل الناس هي الفكرة، وبالمقابل شو كان رد فعل باقي الجزئيات حول الخط العربي وإدخال يمكن بعض هي الحروف فيه؟ بعتقد الناس كلها كتير كانت مبسوطة أو متحمسة لهذا الشيء. بشكل عام مساواة الخط بعرض مباشر
هي شغله كثير مميزه لانه التخطيط بشكل عام حلو، مو بس العمل النهائي، نشوف حتى البروسيس اللي عم بيصير فيها وطريقه مساواته، كيف عم يتشكل هذا الخط، كيف عم تتحرك الفرشاه اللي تشكل هذا الشيء، فالناس حيهمها هذا الشيء، حيجذبها تشوف هذا العمل. فنحن كنا على مدى هدول العرضين طول النهار عم نشتغل شوي شوي، فنحن نشوف تطور هذا العمل. كان في كثير ناس من جنسيات مختلفة من العالم عم يجوا يسألوا، يحاكوني عن الخط، يحاكوني عن معاني كلمات معينة، كانوا كثير متحمسين لفكرة انه يشوفوا الأحرف الإنجليزية اللي هن بيعرفوها مثلا بس بأشكال مختلفة او بطرق اشبه للخط العربي او في دمج للخط العربي. فهي كانت كثير مميزة هي الشغلة، وكثير انبسطت انه اتعرف على كل هالناس، اشوف هذول الاشخاص، شوف تفاعلهم مع الخط العربي وكيف هو عم بيصير. يعني هي تجربة مميزة عامر أكيد، ونحن كتير فخورين بكل السوريين المتواجدين بأي مكان بالكرة الأرضية، عم بيحاولوا دائما يكون لهم بصمة مختلفة. يمكن بإكسبو 2020 شفنا هالبصمة بالجناح السوري اللي فعلا قدر يستقطب كل زوار بدبي من كل العالم. الخطوة الجديدة اللي ناوي تدخل عليها، هل رح يقتصر عملك فقط على تطوير الرسوم بين الخط العربي والطريقة المعاصرة، ولا مفكر انك تعمل شيء اكثر لقدام؟ هلا بصراحة مفكر يكون في شغلات لسه اكثر. وجود هذا الفن عنا بحس انه حلو ان نستغله ونستفاد منه، نطلع منه اشياء لسه اكثر، نقدمها بطرق مختلفه اكثر، مثلا اضافتها على الثياب، اضافتها على المفروشات، على الابنيه مثلا، على التصميم الداخلي ممكن. فهي كلها مزايا لهذا الخط، لهذا الفن، انه انت كيف تقدر تقدم هاي الكلمات اللي لها معاني بهي الاشكال المختلفه والمتنوعه. فكثير بدي انه حاول اقدم هذا الشيء بطرق اكثر، لسه جربت تجارب ثانيه، ممكن ندمج شغلات ثانيه اكثر لحتى نوصل لاكثر شريحه ممكن من العالم، نخلي هذا الفن يوصل اكثر للناس، يجذب انتباه كمان اكثر واكثر. نعم، كثير نحن سعيدين انك كنت معنا خاصه ببدايه برنامجنا لليوم، سعيدين انه في هي الناحيه الجماليه اللي بنشوفها بطريقه جديده بطريقه معاصره، خاصه الخط العربي اللي يمكن نحن تعودنا شوي على انواعه، لكن اليوم مثل ما عم نشوف في اسلوب جديد، في افكار جديده، والاحلى من هيك انه عم نقدر نقول لكل انحاء العالم قد ايه حلو سلمى لما نشوف كافه الجنسيات عم تبدي اعجابها. شكرا، كان بشغل عامر، يعطيك الف عافيه، وتحيتنا لكل افراد الجاليه السوريه. شكرا لك عامر، كل التوفيق. شكرا لك، شكرا على الاستضافه. شكرا لك عامر.